اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا الى فقرة التواصل الاجتماعي، والبداية بتكون مع الانستغرام. حسابنا اليوم الانستغرام حساب ذو طابع انساني، اتخذ من تسليط الضوء على حياة العامل الوافد في المملكة رسالة له، والذي اختار له صاحبه خبير مواقع التواصل الاجتماعي فيصل الشريف مسمى مغتربون. نتابع مشاهدينا. فعلا مشاهدينا، يعني حساب جميل وانساني وملفت للانتباه. وللتفاصيل اكثر حول هذا الحساب معنا عبر الهاتف الاستاذ فيصل الشريف، هو طبعا صاحب الحساب وخبير مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير استاذ فيصل، يعطيك العافيه. مساء النور استاذ رنيم، شكرا للاستضافه الجميله. بدايه فعلا موقع جميل جدا، فكره انسانيه، لكن بالنسبه لك انت فيصل صاحب الفكره، ليه جاتك؟ شو الهدف منها؟ والله جاتني الفكره لاني اسم الحساب طبعا مغتربون، فاحسن معاملتهم. أنا درست في بريطانيا وأمريكا، فكنت مغترب لمدة 7 سنوات، فشعرت بطعم الغربة الجميل والمر في نفس الوقت، فقررت أني أنا أحدث فرق عندي في السعودية في بلدي للمغتربين اللي عايشين عندنا في السعودية. ليه هذه الفئة تحديدا؟ أو أنت ركزت بشكل عام على المغتربين يعني بنطاق واسع، ما كان التركيز على شريحة معينة؟ والله هو بدأ الحساب نطاق واسع، ولكن ركزت أكثر على فئة العمالة، لأن هم أكثر الفئة الأكثر يعني يعتبروا فئة منسية، خلينا نقول. صحيح. فحبيت أسلط عليهم الضوء عشان يعني نبدأ يعني نهتم بهم أكثر ونعاملهم بطريقة أفضل ليأخذوا تجربة أفضل بالسعودية. طيب، وبالنسبة لل يعني تعاملك مع الصور أو الشخصيات اللي خلينا نقول ذكرت أو تواجدت في الحساب، هل كان مثلا هناك صعوبات، أو حتى البعض يعتقد ممكن يكون في معوقات كانت في خلال تكوين هذا الحساب، كان عندك مشاكل أو ما مرت بأي مشاكل أستاذ فيصل؟ والله ما أقدر أقول مشاكل، أقول هي مثلا معوقات بسيطة، منها الناس اللي حولي مثلا استغرب أني حبدأ يعني حملة بهذا الشكل أو هذا الموضوع. وصعوبة أخرى هي نفس العمال، أغلبهم ما يسمح لي أصلا أصورهم من الأساس، خوفا من أني أكون مثلا أشتغل مع الحكومة أو أني شرطي أو شيء زي كذا، فيترددوا أو يتخوفوا من هذه المحادثات والصور اللي أصورها. طيب، أيضا نتسأل هل في مواقف مثلا كانت طريفة أو مواقف إنسانيا صعبة بالنسبة لك خلال أخذ الصور؟ والله مواقف إنسانية كثيرة طبعا، يعني من أجمل المواقف كانت في رجل يشتغل في محطة بنزين في الرياض، صار له 13 سنة في نفس المحطة، كان مبسوط جدا في عمله، ولكن صاحب المحطة قرر أنه يبيع المحطة. فطبعا تخيلت أنها تكون قصة حزينة في النهاية، أنه رجع العامل الهندي إلى الهند يعني منكوب، ولكن صاحب المحطة قرر يعطي العامل هذا راتب سنة مقدم عشان هذا العامل يدبر نفسه لما يرجع للهند. فكانت قصة مؤثرة جدا جميلة، من أجمل القصص اللي مرت علي. فعلا جميلة هذه اللفتات الإنسانية، حتى نتساءل يعني مثل ما ذكرت بعضهم ممكن كان عنده تخوف من التقارب، لكن أكيد في المقابل يا فيصل كان في البعض عنده يعني محبة أنك تتعرف عليه أكثر بعيدا عن زي العامل اللي هو فيه، صحيح؟ لا لا، أكيد أكيد، من أول ما يحس العامل أني أنا شخص عادي أبغى أتعرف عليه ومهتم أني أنا أعرف معلومات عنه، عن حياته، عن أهله، عن هواياته، يبدأ يعني ينطلق أكثر ويتكلم يعني بطلاقة أكثر. طيب فيصل، عندك حسابات ثانية وعلى عجالة، شو الجديد إن شاء الله بالنسبة لك؟ والله أنا عندي حسابين آخرين لحملات توعوية أخرى، واحدة اسمها أدخل السرور والثانية اسمها نرجع للعربي، فهي حملتين بديتها قبل تقريبا 2 شهر، وإن شاء الله يعني الحملات الأخرى جاية على الطريق، ونطور طبعا الحملات الموجودة حاليا. إن شاء الله يا رب كل التوفيق، وفعلا فكرة رائعة. فيصل الشريف خبير مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدين هذا بالنسبة للإنستغرام، لكن طبعا ننتقل الآن إلى ملتقى الإعلام التطوعي واللي يقيم في مدينة الرياض وسط مشاركات فعالة، والتفاصيل مع سيدتي في التقرير التالي. اختتمت في العاصمة الرياض فعاليات ملتقى الإعلام التطوعي الثاني الذي نظمه فريق الإعلام التطوعي تحت عنوان نحو مجتمع إعلامي إيجابي ومتطوع،
بحضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين المهتمين بقضايا الإعلام والتطوع. احنا نتطلع ان شاء الله في الملتقى الثالث ان تكون فعاليات الملتقى اكثر تكون نضجت، ويكون هناك مشاريع للمبادرات، يعني ان شاء الله باذن الله يصاحبها في الملتقى القادم فرص لبحث مبنيه على بحث ودراسات لما يحتاجه المجتمع من مبادرات في مجال سواء التطوع أو في مجال المسؤولية المجتمعية، لكي إحنا مع المؤسسات، مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، نكون فريق واحد لخدمة هذا الوطن. شهد الملتقى حضورا متميزا، كما شهد العديد من التوصيات بالاستغلال الإيجابي لتقنيات وسائل الاتصال في تنمية ثقافة التطوع كمسؤولية مجتمعية. كان فرصة إنه لنقل الأفكار ما بين الإعلام الجديد وبين الإعلام التقليدي، أو الإعلام خلينا نقول اللي تعود عليه كثير من الناس، نتكلم على تلفزيون، نتكلم على صحافة. اليوم في الجلسة الأولى واللي أديرها طبعا بشرف من الأخوان في الملتقى، اللي الحمد لله كان لهم يعني ثقة كبيرة في انه ندير بين نجوم كبار، زميل عبد الله المديفر راح يتكلم في ورقة عن الاعلام ودوره ايضا في نشر ثقافة العمل التطوعي، الدكتور عبد الله المولوث الكاتب الصحفي وايضا له تجربة جديدة في برنامج مين يشبهك، ايضا شاب سعودي احنا نفخر فيه من خلينا نقول من احد الذين ولدوا من اليوتيوب، الاستاذ عبد العزيز الشعلان الله يعطيه العافية، راح يتكلم عن تجربته في الاعلام التطوعي الجديد وكيف ايضا نحقق اعلام تطوعي حقيقي. فهي فرصة لتلاقح الافكار، فرصة بانه اليوم يكون عندنا اعلام تطوعي، والتفات انه الاعلام ليس هدف مادي، في كثير اصلا من المجتمع وكثير من الجهات تحتاج الى مثل هذا النوع من الاعلام. ناقش الملتقى في جلسته الأولى أهمية الإعلام كمصدر المعلومات والمعرفة، وترأس هذه الجلسة الإعلامي محمد رديني، وشارك فيها كمتحدث الإعلامي عبد الله مديفر، إلى جانب العديد من الإعلاميين والعديد من الجلسات. والآن مشاهدينا إلى سوالف فنية، وطبعا معنا آخر أخبار الفنانين، تحديدا الفنان أحمد السقا، نتابع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم في سوالف فنية. نبدأ اليوم مع الممثل أحمد السقا الذي سيعود إلى الشاشة الصغيرة هذا العام من خلال مسلسل ذهاب وعودة مع المخرج أحمد شفيق، حيث يلعب السقا دور خالد الشاب الذي يمتلك شركة كبيرة للاستيراد والتصدير، ولكنه يقع في أزمة بعد أن تخطف ابنه عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية، فيقرر السفر للبحث عنهم مع زوجته التي ستلعب دورها غادة عادل. مسلسل ذهاب وعودة من تأليف عصام يوسف الذي يعكف حاليا على كتابة الحلقات الأخيرة من العمل، ومن إخراج أحمد شفيق في ثاني تعاون مع السقا بعد مسلسل خطوط حمراء، ويجري حاليا اختيار باقي الأبطال المشاركين بعد التعاقد مع غادة عادل وكندا علوش. من ناحية أخرى، قرر أحمد السقا السفر مع زوجته وأبنائهما في إجازة صغيرة قبل بدء تصوير العمل، وذلك بعد أن اطمأن إلى إيرادات فيلمه الجديد الجزيرة الذي استطاع أن يتصدر الإيرادات منذ بدء عرضه في الموسم الحالي، ويشاركه بطولة الفيلم كل من هند صبري والراحل خالد صالح وخالد الصاوي ونضال الشافعي، ومن إخراج شريف عرفة. ننتقل إلى أخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أكدت في أول رد فعل لها بعد صدور حكم بحبسها 6 أشهر لتعديها على الفنان شريف منير أنها ما زالت موجودة بمصر تواصل التحضير لأعمالها الفنية القادمة، وأنها لم تغادر مصر بعد الحكم ولم يصدر قرار بمنعها من السفر. كما أكدت شيرين على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وأضافت أن الحكم الصادر بالحبس 6 شهور هو حكم من محكمة أولى درجة، وأنها قامت بالطعن بالإسلام
الاستئناف على هذا الحكم عن طريق محاميها اليوم، وتنتظر نظر الاستئناف أمام المحكمة. وطالبت بعض المواقع والصحف الإلكترونية تحري الحقيقة قبل نشر أي خبر عنها، كما طالبت جمهورها ومعجبيها في مصر والدول العربية بالبعد عن الإساءة للفنان شريف منير. مشاهدينا طبعا بالسوالف الفنية نكون وصلنا إلى نهاية سيدتي لليوم، لكن طبعا غدا يوم جديد وفقرات دائما متنوعة تهم كل امرأة وأسرة عربية في سيدتي. في أمان الله مشاهدينا.